علشان برضو نقطع الشك باليقين، الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي. أستاذ محمد مساء الخير، وخلينا ندخل في الموضوع على طول. هل هناك نية للاستغناء أو للموافقة على أي من العروض المقدمة للاعب كريم العراقي وأبرزها عرض من نادي الزمالك؟ كريم ازيك، تحياتي ليك وتحياتي للسادة المشاهدين. ألو، برحب بيك يا أستاذ محمد. أهلا بيك يا كريم. أهلا بيك. برحب بيك. هل هناك نية من قبل إدارة النادي المصري للموافقة على أي من العروض المقدمة لكريم العراقي، ولا القصة بالنسبة لكم مقفولة؟ مفيش خالص عروض تقدمت لكريم العراقي داخل مصر خالص حتى الآن. العرض الوحيد اللي جه من خارج مصر وجه من البرتغال، وإحنا رفضنا العرض. كان عرض من البرتغال رسمي. واحنا رفضنا. ورفضتوه، جميل. لكن بيقال بانه الزمالك بصدد تجهيز عرض للمصري، هل هناك نيه حتى للنقاش والتفاوض؟ في الاول والاخر هو الموضوع موضوع فني طبعا، وفي الاخر موافقه الجهاز الفني عن اي لعيب بيجي النادي. طبعا الجهاز الفني بقياده الكابتن ايهاب جلال، اي لعيب بيمشي من النادي او بيجي النادي لازم موافقه من الكابتن ايهاب جلال في الاول والاخر. لكن خليني اكد لك على نقطه كريم، ان ذات اللحظه اللي انا بكلمك فيها مفيش اي عرض جه لكريم العراقي بمثال امانه. ما هو انا بيقال بانه في خلال الايام القليله القادمه سيكون هناك عرض من نادي الزمالك لكريم العراقي، عشان كده انا حبيت ان انا اتواصل مع حضرتك علشان نعرف هل هناك نيه اصلا لفتح الموضوع ده، ولا الموضوع ممكن يكون مقفول من بابه وبالتالي الامور مش محتاجه حتى جلسه تفاوض. لكن خليني اسال حضرتك سؤال صريح، في حاله موافقه كابتن إيهاب جلال وحالة وجود بديل لكريم العراقي، هل ممكن تكونوا حددتوا سعر، حتى يعني سعر كده افتراضي لكريم العراقي؟ والسؤال الأهم، هو أنتوا ليه رفضتوا عرض البرتغال؟ عرض البرتغال في يعني المقابل المادي ضعيف جدا، وبناء على احنا رفضنا العرض على طول، ما يلاقش. طب ده معناه إنه لو كان عرض مش يعني لو كان عرض يعني مغري كان ممكن توافقوا؟ كان ممكن. طبعا قرار مجلس الاداره بعد موافقه طبعا الكابتن ايهاب جلال، لو في عرض محترم يليق بينا ويليق يليق بالنادي المصري ويليق باللاعب نفسه طبعا فاهم العراقي. دي حاجه احنا مدين وعد للاعب في حاله وجود عرض احتراف ليه. مش هنقف اكيد، مش هنقف قدام مستقبله، واكيد مش هنقف قدام طموحاته الكبيره. لكن انا باكد على نقطه، ان مش نازل عن كيان العراقي او اي عرض الكيان العراقي الا لما يكون العرض دوت بيليق بينا احنا كنادي مصر وبيليق بكيان العراقي. ده اكيد يا كريم الكلام ده. جميل. حطيتوا طب سعر يعني مبدئي لكريم العراقي؟ يعني ممكن تبقى اداره النادي قررت انها تاخد مليون يورو، 2 مليون يورو، 3 مليون يورو، حطيتوا رقم؟ لا صدقني، الموضوع نفسه ما اتفتحش على مستوى مجلس الاداره. كل الموضوع ان لجنه التعاقدات يعني تلقت العرض بتاع البرتغال، وعلى طول احنا رفضنا العرض. طبعا العرض ضعيف، واقول لك بمنتهى الامانه العرض كان ب 700,000 دولار. 700,000 دولار؟ 700 ها؟ اوكي 700 اوكي. طيب هل في اي نيه لانتداب لاعبين من الزمالك؟ ممكن الزمالك يجي يقول لك والله طب شوف انت عايز مين من عندي، انا عندي كذا لعيب ممكن اعرضه عليك. هل في اي نيه لانك ممكن تدخل لاعبين في الصفقه، لاعبين مقابل لاعبين؟ ما عندناش مشكله خالص لو اللعيبه دي كابتن ايهاب طالبها، كابتن ايهاب جلال لو اللعيبه دي طالبها واحتياج من ضمن احتياجات الكابتن ايهاب، طبعا ما فيش مشكله خالص. جميل. استاذ محمد انا بشكرك جدا على توضيح الامور، وبنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في الكونفدراليه. ان شاء الله المصري بورسعيد يكون يعني من الفرق اللي بتقدم مستويات جيده جدا تحت قياده الكابتن ايهاب جلال، وبالتالي كل التوفيق ان شاء الله للمصري بورسعيدي والبيراميدز كمان في البطوله الكونفدراليه. ايا ما يكون مين فيهم البطل، اكيد بنتمنى ان البطل يكون مصري، سواء في دوري الابطال او في الكونفدراليه او في البطوله العربيه.